طيب بما ان احنا بنتكلم عن يعني الافراح وغيره والبطولات، خلينا بقى نروح دلوقتي فريق الشباب لكره الطايره 19 سنه بالنادي الاهلي نجح في تحقيق اللقب بطوله الجمهوريه بعد ما تغلب على نظير فريق سموحه في مباراه امبارح. مباراه كانت قويه جدا، عايز اقول لحضراتكم ده في ختام منافسات المرحله النهائيه من البطوله، وشهدت المباراه اداء قوي ومتميز من جانب الفريق، وعقب انتهاء المباراه تسلم الجهاز الفني واللاعبون كاس البطوله وميداليات المركز الاول. احتفل كمان الجميع باللقب اللي حققه الفريق بعد عروض كانت قويه للغايه في مشوار يعني نحو اللقب، حاجه محترمه. وانا عاجبني قوي بقى ان احنا مش بنتكلم ان احنا متميزين بس مثلا في رياضه ما او رياضه واحده، بنتكلم ان احنا عندنا رياضات مختلفه وبطولات مختلفه وكؤوس في جميع الالعاب، هو ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه بصراحه. كره قدم موجود، كره طايره تلاقي، كره يد بالمناسبه برضو الخبر الجاي كله. والله صحيح احنا فعلا ما فيش حلقه من حلقات البرنامج ده غير لما بنتكلم مع حضراتكم في انجاز ما للنادي الاهلي. طيب خلينا ناخد برضو معانا على التليفون كابتن حسام شعراوي المدير الفني لشباب طائره بالاهلي. يعني كابتن حسام طبعا صباح الخير في البدايه، ومش هقول بقى احنا كنا عارفين ان احنا هنفوز، بس احنا ملوك الصالات في حاجه يعني برضو ايه كان عندنا امل فيها كبير، بس انتوا بجد الفريق اثبت قد ايه يعني يستحق هذا الفوز بجداره. مش بنتكلم بس في حصد لبطوله، لا بجد كمان يعني لعب كان محترم جدا وقوي، فمبروك كابتن حسام. الله يبارك فيكي. الحمد لله. انا الاول بس احب اشكر قناه الاهلي على المتابعه القويه جدا، واشكر حضرتك واشكر برنامج 10 الصبح. الحمد لله البطوله كانت قويه جدا، وبفضل اللاعبين وبفضل الجهاز الفني طبعا ربنا كرمنا بموسم صعب حققنا فيه البطولتين اللي احنا دخلناهم. البطولات كانت صعبه جدا في ظل الظروف اللي احنا كنا فيها، ربنا كرمنا بيهم وقدرنا نسعد الناس كلها بالانجاز اللي احنا حققناه الحمد لله. حاجة محترمة جدا كابتن حسام، ومعلش دايما أنا بحب أسأل السؤال ده لأن حابة الناس تعيش الكواليس برضو والجمهور يعرف إزاي قدرنا أو الفريق بتاعنا قدر إن هو يوصل لهذه النقطة رغم كل الصعوبات اللي كنا بنواجهها، ومين الفريق اللي إحنا كنا برضو يعني قلقانين منه. خلينا نعرف من حضرتك إزاي قدرنا يعني لغاية نقطة الفوز إزاي قدرنا نوصل لها. اتفضل يا فندم. هو الموسم ده صراحة كان موسم استثنائي خصوصا في ظل جائحة كورونا اللي إحنا فيها ديت. احنا تقريبا خدنا فتره اعداد بسيطه جدا، احنا خلصنا الموسم اللي فات في شهر 9 بدانا الاعداد على طول الموسم الجديد دوت في نص شهر 9، يعني يا دوبك خدنا حوالي 10 ايام او اسبوعين بس صراحه. فدي طبعا فتره غير كافيه خالص للعيبه ان هي تستعيد لياقتها والتركيز والاعداد البدني، وبدانا الموسم على طول في اول شهر 10، يعني يا دوبك فتره الاعداد بالظبط كانت اسبوعين. وبعد كده حصل ان كذا في كذا تعديل بقى من الاتحاد في الجداول، وفي كذا توقف بسبب الانتخابات، فكل دي كانت حاجات صعبه جدا بتقابل الفرقه وبتقابل المشرفين على الفرقه اذا كان بقى في الاعداد البدني او في الاعداد الفني الحمد لله. بالظبط. بالظبط كده. وطبعا بطوله افريقيا اللي اتلعبت هنا في مصر واغلب العناصر بتاعت منتخب مصر كانت من عند الحمد لله من الفريق اذا كان عبد الرحمن الحسيني او مروان الصافي او انس صلاح او اغلب الفرقه فعلا كلهم من النادي الاهلي. هو شرف للنادي ان هو فعلا كل اللعيبه منتخب مصر من النادي. الموسم كان صعب جدا، ماتشات ورا بعض متتاليه، توقفات كبيره، فترات كبيره، بس احنا الحمد لله قدرنا نعدي بكل الصعوبات ديت ونوصل للبطوله وحققنا بطوله منتخب القاهره، وبعد كده حققنا بطوله منتخب الجمهوريه، والحمد لله احنا يعني مركز اول في كل البطولتين بدون ولا هزيمه الحمد لله. انا هختم مع حضرتك بسؤال كابتن حسام لو تسمح لي برضو. حضرتك تحدثت عن الاداء الفني والبدني، انا عايزه اروح بقى للشق الاخير وهو يعني المعنوي، الاداء المعنوي، لان احنا شفنا برضو روح معنويه يعني عظيمه بصراحه، ودي ليها تاثير كبير جدا في الملعب في اي رياضه كانت. فخليني اروح مع حضرتك التهيئه النفسيه للعيبه كانت ازاي رغم الضغوطات اللي حضرتك يعني برضو تحدثت عنها. طبعا احنا عملنا كذا اجتماع مع الفريق بقياده طبعا الدكتور وجيه حمدي رئيس القطاع وكابتن احمد زكريا مدير قطاع الناشئين، وطبعا انا كنت موجود معاهم، اتكلمنا معاهم كذا مره. احنا يا جماعه بنمثل النادي الاهلي، احنا كلنا لعيبه منتخب مصر، لازم وانا نازل الملعب احافظ على اسم النادي بتاعي، احافظ على التيشيرت بتاعي، احافظ على اسمي كلاعب منتخب، كل دوت لازم احطه قدامي، ان انا ما ينفعش العب باداء متراخي شويه، اداء متهاون. صحيح. الفرق اللي قدامنا كلها مش بتقول بس احنا بنلعب الاهلي، لا احنا بنلعب لعيبه منتخب مصر، احنا بيبقوا عايزين يثبتوا ان هم احسن منهم، فطبعا احنا من الشحن لعيبه
بنحاول نوصله لروح معنويه ان هم ينزلوا فعلا ياكلوا الملعب زي ما بيقولوا. فعلا الحمد لله اللعيبه بتاعتي كانت رجاله جدا 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 وعملوا اداء مشرف على مستوى البطوله وطول البطوله كلها. احنا ادائنا كله ثابت الحمد لله، كسبنا اغلب ماتشاتنا 3-0. يمكن يكون اتاخد مننا على مدار 40 ماتش حوالي 3 اشواط او 4 اشواط، طبعا ده انجاز غير مسبوق فعلا في الكره الطايره. فعلا لعيبه رجاله تستحق المكسب الحمد لله. طبعا احنا بنشكرك والف مبروك مره ثانيه كابتن حسام، يعني بطوله رائعه وكمان اداء كان رائع زي ما كنت بقول لحضرتك. شكرا ليك جدا.